مجرم حير الشرطة اليابانية وتسبب في ان هم استخدموا اكتر من 130 الف ضابط عشان يمسكوه، وبرضه محدش عرف هو مين ولا عرف يمسكه، مع ان الشعب كله في الوقت ده كان واقف وقفة جامدة جدا مع الشرطة وبيساعدهم في القبض عليه. لكن برضه كل ده كان بيجي في الفاضي، لان المجرم ده ذكاؤه كان اعلى من مستوى ذكاء الشرطة والشعب كله، لدرجة ان الشرطة اخر ما زهقت وجابت اخرها طلبت من الشعب ان هو اللي يحل المشكلة دي بنفسه. خليك معنا للنهاية عشان تعرف القصة بالكامل، بس ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان تشجعنا على نشر المزيد، ويلا نبتدي القصة على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بداية القصة في سنة 1984، لما كان في واحد ياباني اسمه كاهاتسو إيزاكي، وكان صاحب مصنع حلويات معروف ومشهور جدا في اليابان. إيزاكي كان في بيته في يوم من الأيام في أمان الله وكان بيستحمى، وفجأة هجم عليه اتنين مقنعين وكان معاهم سلاح، وخطفوه من غير حتى ما يستنوا ان هو يلبس هدومه، وبعتوا رسالة لعمال المصنع بتاعه ان هم عاوزين فدية 1 مليار ين ياباني، وعاوزين كمان معاهم 100 كيلو من الذهب، وقالوا لهم كمان ان هم هيستلموا الفدية في كابين التليفون من الكباين اللي بتبقى في الشارع، وهم اللي هيحددوا مكانها هيبقى فين بالظبط. لكن بعد يومين وقبل ما الفلوس تندفع، إيزاكي عرف يهرب منهم، لكن المشكلة ان هو ما عرفش اي حد من اللي كانوا خاطفينه، بسبب ان هم كانوا مقنعين وما كانوش حتى بيرضوا يتكلموا قدامه عشان ما يتعرفش على اصواتهم. المهم ان بعدها بفترة عمنا إيزاكي ده كان رايح المصنع بتاعه وتفاجئ بان في رسالة جاياله هو مخصوص، لكن محدش كان عارف الرسالة دي مصدرها من مين ولا مين اللي بعتها للمصنع من الاساس. واول ما إيزاكي فتح الرسالة اتفاجئ بان هي من الناس اللي كانوا خاطفينه، وكانوا بيقولوا له في الرسالة دي ان انت لو ما دفعتش 480 الف دولار هنسمم لك الحلويات اللي في مصنعك كلها، وطبعا هم لو عملوا كده دي هتبقى كارثة كبيرة جدا وهتضرب سمعة المصنع في السوق كله. وعشان هما يخلوا إيزاكي يصدق ان هما فعلا ممكن يعملوا كده، جم تاني يوم من غير ما حد يحس فيهم وولعوا في اماكن معينة من المصنع، وبعدها هربوا ومحدش عارفهم. والشرطة في الوقت ده ما كانتش عارفة توصل لاي دليل يوصلهم بالمجرم او المجرمين دول، لدرجة ان العصابة دي لما عرفت ان الشرطة بتدور عليهم بدأوا يبعتوا رسائل للشرطة نفسها، والرسائل دي كانت كلها رسائل ابتزاز، وكان المجرم بيقول للشرطة فيها هو او العصابة دي كانوا بيقولوا لهم للدرجة دي انتم اغبياء؟ يعني بكل القوة البشرية اللي معاكوا دي ومحدش عارف يمسك علينا دليل واحد؟ ولو انتوا فعلا كنتوا محترفين كنتوا مسكتونا من البداية. والمجرمين دول ما وقفوش على كده وبس، لا ده كمان عطوا للشرطة اليابانية رسائل مكتوب فيها تلميحات تعرف الشرطة هم مين او طريقة الوصول ليهم هتكون ازاي، زي مثلا كده ان العربية اللي كانوا بيستخدموها في الجرائم بتاعتهم كان لونها رمادي، وقالوا لهم كمان على عنوان السوبر ماركت اللي هم كانوا بيجيبوا منه اكل لما كانوا خاطفين إيزاكي. لا وكمان اكدوا لهم ان هم مفيش حد فيهم من قرايب إيزاكي ولا حد فيهم شغال مع الشرطة عشان يعرف كل تحركاتهم. والعصابة دي قالت للشرطة في النهاية ان بعد كل المعلومات دي لو معرفتوش تمسكونا يبقى انتوا بتاخدوا ضرائب من الناس على الفاضي، وفي المقابل انتوا اساسا ما بتعرفوش تحموهم. لا وكمان هددوا الشرطة بان هم ممكن يخطفوا رئيس شرطة المحافظة. وبعد كل الرسائل اللي وصلوها للشرطة دي بدأوا يبعتوا كمان رسائل للصحف والمجلات والاعلام، وده عشان الناس كلها تعرف ان الشرطة مش عارفة تعمل اي حاجة معاهم، وان هم بيدوا الشرطة فلوس على الفاضي. وفعلا بعدها الموضوع انتشر جدا في اليابان، والكل كان عمال يتفرج ويسمع على اللي بيحصل بين الشرطة والمجرمين دول. والشرطة في الوقت ده كانت بتعمل مجهود كبار جدا عشان تمسك اي دليل واحد على المجرمين وعشان يوصلوا لمكانهم، لكن الشرطة كانت عارفة ان كل الرسائل اللي المجرمين دول كانوا بيبعتوها كانت رسائل عشوائية واغلبها مش صحيح من الاساس، لان طبعا بالعقل كده مفيش مجرم زي ده هيروح يسلم نفسه للشرطة بالبساطة دي. لكن الشرطة اخدت بالها ان المجرم اللي بيكتب الرسالة دي لهجته زي لهجة الناس اللي عايشين في مدينة هناك اسمها مدينة اوساكا، والشرطة في الوقت ده خمنت ان ممكن
ممكن يكون المجرم أو المجرمين دول من أهل المدينة دي. وبعد 3 شهور من بداية القضية دي، اللي كان بيبعت الرسائل كان بيسمي نفسه في آخر الرسالة الرجل الغامض صاحب 21 وش. وفي شهر 9 تحديدا سنة 1984 كان في مصنع حلويات اسمه موريناغا، والمصنع ده بدأ يوصله رسائل تهديد هو كمان إن هو لو ما دفعش 410,000 دولار هيعملوا فيه زي ما عملوا في المصانع التانية وهيسمموا له الحلويات بتاعته. لكن إدارة المصنع طنشت الرسائل دي وما كانتش خايفة ولا كان فارق معاهم أي حاجة، ومرضيوش يبعتوا ولا دولار واحد للعصابة دي. وبعدها بفترة مش كبيرة الجرايد والصحف اليابانية وصلها رسالة بإن حلويات مصنع موريناغا تم إضافة ليها مادة سيانيد البوتاسيوم، والمادة دي المعروف عنها إن هي عبارة عن سم فتاك. والرسالة كانت بتقول إن علب الحلويات اللي هيكون فيها المادة دي هيكون مكتوب عليها تحذيرات، وكمان قالوا إن في حاليا 20 علبة موجودة في السوبر ماركت والمحلات ومتوزعين على مستوى المدينة كلها. وفعلا تاني يوم أصحاب المحلات والسوبر ماركت اتفاجئوا بإن هم أول ما فتحوا محلاتهم بالعلب دي موجودة عندهم، وما كانوش عارفين مين اللي جابها ومين اللي دخلها جوه. ومن ضمن المحلات دي كمان كان سوبر ماركت كان جنب بيت إيزاكي صاحب المصنع الأول اللي كان مخطوف. وبعدها المجرم ده رجع بعت رسائل من تاني بإن المرة الجاية هيرفع عدد علب الحلوى اللي هيكون موجود فيها المادة المسممة دي ل30 علبة. وبعدها على طول الشرطة اليابانية نشرت أكتر من 40,000 شرطي في جميع أنحاء اليابان عشان يراقبوا السوبر ماركت والمحلات، لكن برضو ما قدروش يعرفوا إذا كان المجرمين دول عملوا كده فعلا ولا لا. وبعدها الشرطة نشرت للناس المكالمة اللي كانت بين إدارة المصنع والمجرمين عشان يمكن حد يقدر يتعرف عليهم. لكن الغريب والصدم هنا إن صوت اللي كان بيتكلم في المكالمات دي كلها ما كانش صوت حد من المجرمين ولا حتى صوت الراجل اللي كان مسمي نفسه الراجل الغامض، لأن ده كان صوت واحدة ست وطفل صغير. لكن برضو وللأسف الشديد المكالمات اللي الشرطة نشرتها للناس ما ساعدتهمش في أي حاجة، وفضل الوضع على كده لحد سنة 1985. لأن في الوقت ده كان في أكتر من 31 شركة أغذية ومصانع حلويات اتعرضوا للابتزاز والتهديدات من العصابة الإجرامية دي، وشرطة اليابان وكل أجهزتها ما كانوش عارفين يعملوا أي حاجة، وحرفيا كانوا هيتجننوا لو ما عرفوش المجرم أو العصابة دي. لدرجة إن بعدها بفترة في مصانع حلويات استجابوا لتهديد المجرم ده ووافقوا على إن هم يعطوله الفلوس اللي هو عاوزها، وده طبعا عشان ما يخسروش مصنعهم وسمعته. لكن المشكلة الأكبر إن العصابة دي كانت سابقة الشرطة في كل خطوة هم بيفكروا فيها، لدرجة إن كان في مصنع بلغ الشرطة بإن المجرم ده طلب منهم مبلغ مالي وإن هم هيسلموه المبلغ ده عند مكان معين، ولازم المكان ده يكون فيه 2 من موظفين المصنع عشان هم اللي هيسلموا المجرم أو العصابة دي الفلوس بنفسهم. والشرطة في الوقت ده جابت 2 من الضباط وخلتهم يتنكروا في زي عمال المصنع ويروحوا يسلموا المجرم ده الفلوس بنفسهم وبعدها يقبضوا عليه على طول. لكن المجرم في اليوم ده ما جاش لأن هو بعت رسالة للمصنع وقال لهم فيها إن هو عارف إن الاتنين اللي تحت دول مش من عمال المصنع وإن هم أساسا ضباط شرطة ومتنكرين، وقال لهم كمان إن هو عارفهم من أول بصة. لكن الغريب بقى إن المجرم أو العصابة الإجرامية دي مفيش ولا واحد فيهم أخذ دولار واحد لحد دلوقتي. المهم إن في شهر 8 سنة 1985 المجرم ده بعت رسالة للبلد كلها بإن هو هيوقف كل اللي هو كان بيعمله، أو بمعنى أصح كده هيعتزل من الشغلانة دي ومعادش هيرجع لها تاني. وطبعا الكلام ده بعد ما الشرطة اليابانية استخدمت أكتر من 180,000 ضابط في القضية دي، وكل ده عشان يكشفوه. لكن في النهاية للأسف الشديد فشلوا في القبض عليه أو معرفة هو مين، وده غير إن هم كشفوا إن هم في السنين اللي فاتت وصلهم أكتر من 28,000 رسالة ابتزاز من العصابة دي. وطبعا الشرطة في الوقت ده اتفضحت قدام الشعب وبقى منظرها وحش جدا، بالأخص عشان الشرطة اليابانية في الوقت ده كانت تعتبر من الأقوى في العالم، وكمان كانت هي الدولة الوحيدة اللي قدرت تحل 97% من جرائم القتل اللي بتحصل عندها. فعشان كده لما الشرطة فشلت في القضية دي موقفها وشكلها قدام الشعب كله بقى وحش جدا وبقت نقطة سودة في تاريخ اليابان. وفي النهاية محدش عارف مين هو المجرم الحقيقي ولا مين هم العصابة دي من الأساس، لكن في كذا نظرية طلعت، وكانت فيهم واحدة بتقول إن ممكن المجرم ده يكون واحد من جوه الشرطة نفسها
وفي ناس تانية بقت تقول مستحيل، ونظرية تانية بتقول ان ممكن يكون المجرم ده هو ايزاكي صاحب المصنع الاول، وده عشان مستحيل بالعقل كده حد يهرب من عصابة بالذكاء ده كله، وعشان كمان هو عنده مصنع حلويات، وممكن يكون كان هدفه ان المصانع التانية تقف ومصنعه بس هو اللي يشتغل. وبالاخص العصابة لما هددته بتسميم حلويات مصنعه ما نفذتش تهديدها، لكن في جميع المصانع التانية نفذته فعلا، لكن برضه ما كانش فيه دليل فعلي بيثبت الكلام ده. وفي النهاية القضية اتقفلت ومحدش عارف لحد يومنا ده مين هو المجرم الاساسي او العصابة الاجرامية دي. ودي كانت نهاية قصة المجرم اللي حير الشرطة والشعب الياباني. ما تنساش تقول لنا رأيك في التعليقات وتعمل لايك للفيديو عشان تشجعنا على نشر المزيد، وطبعا مش محتاج افكرك انك تشترك في القناة عشان لو ما اشتركتش هيفوتك عالم كبير جدا من القصص الغريبة. واشوفكم على خير الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله.